السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمهات الأعزاء، أنا هسجل بالعربي علشان أبسط لكم الموضوع. الليسان دوت زي ما احنا شايفين بيقول سي كانتون انيفيرسير، يعني امتى عيد ميلادك، يعني من عنوان الدرس الطالب عايز يتكلم عن تاريخ عيد ميلاده، يعني يراجع النمبر الأرقام عشان يقول مثلا من 1 لـ 31، لأن كل شهر من 1 لـ 30 أو 31، وبعدين يحفظ أسماء الشهور زي ما هي موجودة عند حضراتكم في الفريتاش وموجودة كمان في كتاب المدرسة. يبقى الهدف الأول إن الطالب يتكلم عن عيد ميلاده. الهدف الثاني إن هو يسأل زميله السؤال ده ويقول سي كانتون انيفيرسير، عيد ميلادك إمتى؟ فيقوم زميله رادد بالدات، يعني يقول مثلا سي لو 10 أكتوبر، يوم 10 أكتوبر. طب يوم ايه في الاسبوع؟ مثلا لاندي او ماردي. يبقى اذا هو هيعبر عن عيد الميلاد بالنمبر بالرقم والشهر، وكمان ممكن يقول اليوم بالظبط لاندي ولا ماردي ولا ميركوردي ايام الاسبوع. عشان يوصل لده يبقى لازم يراجع على النمبر الارقام، ولازم يعرف ايام الاسبوع واسماء الشهور اللي هي موضوع الدرس النهارده. احنا فاتحين دلوقتي قصادنا الكير اكتيفيتي اللي هي قلنا سورس الاكزامان، مصدر الاكزام الاصلي واللي الطالب بيذاكر منها بعد ما ياخد الفوكاب من الفريتاش. الباجي اللي قصادنا ديت اللي هي باج سويت 18، دي طبعا هيبقى شغل التيتشر في الكلاس ان هو هيعمل ستيكرز موجوده هنا بتعبر عن الشهر. ده طبعا هيبقى اكتيفيتي في الجروب، هو هيطلب منه ان هو يجيب الستيكرز من الكتاب ويلزقها. تعالوا نشوف بقى ايه بالظبط الموجود في باج سويت اللي هي 18 ثم 19 19. فوق هنا مكتوب اكزرسيس 2، ده هيتعمل في الكلاس مع التيتشر، ان هو بيتكلم عن اكري لي دات دانيفيرسير دو لا فامي لو غران ولي او بون موا، هيكتب تواريخ اعياد ميلاد عائله لو غران حسب ما التيتشر هيوجهه في الكلاس ويسمعه الاوديو في الكتاب الاول، ومن فهمه الكتاب الاول هيقدر يكتب تاريخ كل عضو من اعضاء العائله، زي مثلا ماجي عيد ميلادها لو 23 ديسمبر، وهنا الصورة اللي بتعبر عن ديسمبر من الكتاب لأن كل شهر مميز بحاجة معينة. رقم لتر بي افيك تا كلاس انفونت اون دات افيرسير بور ليو، مع الكلاس يعني ده جروب وورك في الكلاس، تخيل اخترع تاريخ عيد ميلاد لليو. طبعا ده الطالب حقه ان هو يقول اي تاريخ لعيد ميلاد ليو اللي هو شخصيا من شخصيات الكتاب، ده برضه في الكلاس. وديسين لموا في الكلاس برضه هيطلب منه يرسم ما يعبر عن الشهر، اذا كان مثلا ده في شهر مثلا اوت او جويي بيعبر عن الفاكانس الفيكيشن، ممكن يرسم مثلا صوره بلاج، يرسم صوره بروميناد نزهه الى اخره. رقم لتر سي كومبليت افيك تا دات دانيفيرسير ديسين لموا، بعد ما الطالب يقول كل اللي احنا ذكرناه فوق هيجي هنا على كلمه موا اللي هو مي، هيكتب كام بوجي، كام شمعه عشان يعرف عنده كام سنه، ويقول اسمه هنا يكتب اسمه، وهنا بيكتب دات دانيفيرسير عيد ميلاده هو، ويرسم ما يعبر عن الشهر زي ما قلنا كل شهر مميز باشكال معينه، والطالب بمطلق الحريه ان هو يرسم ما يعبر عليه الشهر زي مثلا الاجازه، زي مثلا سقوط الثلج مثلا الى اخره. نيجي تحت بقى للسؤال اللي كان عامل شويه نوع من البوليميك، نوع من الجدل، اللي هو السؤال اللي موجود في الواقع. هنا انا هكتب اسم الموا وليكن مثلا شهر ديسمبر. هنا ايام الازمه زي ما انتم شايفين لاندي، ماردي، ميركوردي، جويدي، فاندردي، سامدي، ديمونش، يعني من الاثنين للاحد. طبعا الطالب هيكتب هنا مثلا الاثنين مثلا 4 ديسمبر، 4 ديسمبر. عيد ميلاد مين؟ من اصحابه مثلا، يكتب اي اسم اي حد يتخيل، او مثلا اسم حد من العيله مثلا. تمام كده؟ طيب هو الطالب مطالب فقط ان هو يقول حاجه واحده فقط، حاجه واحده بس، عيد ميلاد مين في الشهر. يعني ممكن اكتب هنا مثلا علي واذكر عيد ميلاده امتى بالظبط. ممكن اقول علي يا صديقي علي، وعيد ميلاده مثلا 4 ديسمبر 4/12، بس ده المطلوب، يعني مفيش اي حاجه اكتر من كده. يبقى حفظ ايام الاسبوع، مراجعه النمبر،
ثم معرفة الشهور بالترتيب. أرجو أن يكون المعلومة وصلت، والموضوع بسيط بس إيه معلش هي الأمور بتيجي في الأول كده صعبة وبعد كده إن شاء الله بتبقى كويسة.